ان هم يقدموا هذه البلاغات. لكن فواضح ان احنا مبارك لم تكن قادرا على تقديم برنامجك الذي تقدمه الان ايضا, والاخوان لم يكن قادرون على الوصول للحكم ايضا. فانا والاخوان وغيرنا كلنا مدينين للثوره المصريه بهذا الانفتاح في الحريه, ونرجو ان يستمر. باسم, سؤال حول نشيد وطني او قطري حبيبي الذي اثار لغطا كبيرا وسحب مؤخرا عن يوتيوب بطلب من شركه عالم الفن بحجه الحقوق الملكية الفكرية, لصالح من صاحبت الأغنية ولماذا تهاجم قطر؟ أنا ما أعرفش موضوع الملك, يعني ده شيء يسأل فيه عالم الفن, لكن هو موجود في كل حتة على اليوتيوب, فمهما سحبوا يعني خلاص يعني الناس كلها شافته. تاني حاجة, أنا لم أهاجم قطر, أين في برنامجي ولا في الأغنية في هجوم على قطر. أنت بتقول حلوة يا قطري, حلوة يا وكسة يا كاس يا ريتنا, حلوة يا قطر يا مال يا جيوبنا. أنا قلت حلوة يا نخضة يا كسر. حرفيا الجملة يعني هذه حلوة يا قطر يا مال يا جيوبنا, حلوة يا وكسة يا كس يا ريتنا. ما هي الوكسة؟ هل هي قطر أم نح أم الشحاتة من قطر؟ أنت تركتها يعني معلقة, وبالتالي حق للقطريين القول. لماذا يهاجمنا؟ لا طبعا بالعكس, لأن نحن وضحت طبعا بعد الأغنية وقلت في البرنامج العيب مش على اللي بيشتري, بالعكس انا قلت القطريين دول ناس أذكياء وناس نصحين وعارفين من دولة صغيرة يعملوا نوع من النجاحات الاقتصادية على مستوى العالم. العيب دائما في اللي بيحاول يبيع. هذه الأغنية وهذه الحلقة كلها هي ليست كوميدية ولا بل هي بكائية على الحال الذي وصلت إليه مصر, التي بعد لما انتجت أوبريت وطني حبيبي أصبحنا الآن نتسول من الجميع. فكرة كلها, أنا قلت قبل كده أن ليس هذا هجوم على قطر على الإطلاق, لكن هو نوع ان اول تفكير لاي حاكم يمسك مصر هي الشحاته من برا. ألست غاضبا قليلا على قطر لانها تمول الاخوان وهم في السلطه؟ قطر زي اي دوله تبحث عن مصلحتها. يعني لا تستطيع ان تلومي امريكا, ولا تستطيع ان تلومي فرنسا, ولا تستطيع ان تلومي قطر او السعوديه او الامارات, انهم تبحث عن مصلحتها. ما يغضبني ان مصر لا تبحث عن مصلحتها, هو ده اللي بيغضبني في الموضوع. المشكله ان لو كان هذا الرئيس ولا كانت هذه الاداره كان جمعت المصريين من الاول, إن بدل من ان ينفروا جميع المصريين واكتفوا بالجماعه والتمويل الخارجي, كان زمان لو قال انا عايز 100 مليار جنيه علشان امول قناه السويس كان المصريين كلهم هيدفعوا. مصر فيها اكتر من 100 مليار, والمصريين في الخارج كانوا هيدفعوا. لكن لان انت كتبت الدستور منفردا, لان انت ضحكت على الشعب, لان انت بديت جماعتك على الشعب, فاصبح ان لا احد يريد ان يتعاون معك,